أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا توقعاتنا لهذا الأسبوع هي بتبدأ من اليوم ثلاثين الشهر ثلاثين سبعة ولغاية احنا بنقول لسبعة يعني بنكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني بنعطي دائما من مد عليها كمان يوم طبعا القمر راح يتواجد خلال الأسبوع هذا في تقريبا خمس أبراج اليوم الخميس ولا ظهر يوم الجمعة القمر راح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الأحد القمر راح يكون في الجدي من مساء يوم الأحد ولغاية صباح يوم الأربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي راح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو مسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء بأي عمل جديد أو توقيع عقد أو إعلان خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بالفترة هاي إلا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار أما بالنسبة لخلو المسار فعنا أول خلو مسار رح يكون اللي انتقال القمر من القوس للجدي رح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو راح يكون في تمام الساعة 12 و7 دقائق من أول دقائق من من يوم الجمعة وحتى الساعة 11 و58 دقيقة من يوم 31 سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني راح يكون من الجدي للدلو راح يكون يوم 2 8 رح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا رح أنا بقول عصرا لأنه بتوقيت الأردن إحنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الأوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء ليستقر في برج الدلو أما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون من مساء يوم الثلاثاء أربعة ثمانية راح يكون في تمام الساعة تسعة وأربعة وأربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل راح يكون في تمام الساعه 12 و53 دقيقه ظهرا الى تمام الساعه 1 و4 دقائق ظهرا لينتقل بعدها او يشكل اول زوايا له او الزوايا المهمه بتكون في الحمل طيب بالنسبه للزوايا والانتقالات المهمه اللي راح تكون الاسبوع هذا لانه في عنا عده زوايا وراح يكون في عدة انتقالات فلازم انه نذكرها اول زاوية هي راح تكون زاوية تقابل يوم واحد ثمانية راح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية راح تكون تقريبا ساعة عشرة واحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية راح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية راح تكون تربيع بين الشمس وأورانوس وهاي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة ب... بما أنه حكينا عنها في الايام الماضية الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش و... والامور ال... ال... الناس اللي فوق هدولة أه ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع أورانوس الثورات والانقلابات والأشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها أما بالنسبة للزاوية اللي راح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي رح تكون بين الشمس وأورانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة راح تكون يوم أربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل, ودل أي شيء له علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو له علاقة بالمال وله علاقة بالأمور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو راح تكون فيها نوع من انواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا راح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بدنا نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لانها هاي لها تأثيرات على الافراد برضو الزوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية راح تكون هي مش زاوية هي حدث راح يكون انتقال عطارد إلى برج الأسد من السرطان للأسد راح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي راح تنتقل لبرج السرطان في ساعات المساء يعني زي تبادل أدوار العطارد على الأسد والزهرة من الجوزاء للسرطان. خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش رح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا بنذكر هاي عشان ما بنحكي توقعات شهرية ولكن لو أخذت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات رح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا بنذكر من عيدها ومن عليها عشان تعرف إيش السلبيات وإيش الإيجابيات, وإيش الإيجابيات وإنت مدعوم في إيش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجوده شو بتعني لك بالنسبه لالك شو برجك يعني وشو بتعني لك لالك بشكل مبسط وراح تفهمها بكل سهوله. خلينا نبدا مع برج الميزان طبعا بدنا نحكي اول اشي عن الشمس الشمس موجودة في بيتك 11 وبما انها في البيت 11 يعني بتعزز امور الها علاقة بالصداقة او علاقتك مع اشخاص حياة اجتماعية زيارات تبادل افكار ولكن بما انها منتحسة معناته بدها تعمل اشياء سلبية على هذا المستوى خلاف مع بعض الاصدقاء او بعض المعارف او حدية في الطباع على بعض المسائل ممكن تستاء من صديق أو من فضول صديق أو من تدخل صديق في شؤون حياتك ممكن يصير خلاف أو يتفاقم أثر نقاش معين أو بعض الأصدقاء يستخدموك كوعاء لاستقطاب لا الطاقة السلبية واستقطاب الشكاوي أو أنك تتحملهم بالأشياء اللي هم بيحكوها فطبعا بدك تكون متحمل بالفترة هاي هاي الضغوطات على مستوى أمور الصداقة أما بالنسبة للزهرة الزهرة في البيت التاسع اللي له علاقة بالسفر والتنقلات والحوارات والدراسة والتعليم ورح ينتقل لبيتك العاشر فطبعا رح يعزز أمور إلها علاقة بالعمل أو يجيب لك مجالات إلها علاقة بالعمل ممكن أنه تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بعمل جديد أو مقابلة أو علاوة أو سمعة جديد جديدة مثلاً أو مثلا ترفيع ترقية مديح شهادة تقدير أشياء من هذا القبيل بتدعمك الزهرة في هذا المكان أما بالنسبة لعطارد اللي في البيت العاشر وبدي ينتقل للبيت 11 فهو بعزز بعض النقاط السلبية اللي بتعملها الشمس اللي هي اللي إلها علاقة ببيت الصداقة فممكن تنشط في بعض العلاقات زي ما حكينا في الشمس لأنه رح يكون موجود في نفس المكان ولكن هذا بيعمل نوع من أنواع الأفكار اللي بتكون نيرة واللي بتساعدك على أنه أنت تستقطب بعض الأشخاص أو تدافع عن مسائل معينة أو تقنع بعض الأشخاص بمسائل معينة وبتكون في نشاط للتواصل الاجتماعي أو اللقاءات الاجتماعية اللي بتكون ممتازة بالفترة هاي أما بالنسبة للمريخ بما أنه في البيت السابع فما زال بيضغط على أمور إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية والقضايا القضائية فعشان هيك اول شيء نيجي على الشراكة المالية فممكن انه شوي يخليك تتسرع بقرار او بعقد او بمشروع معين بدون ما تطلع على التفاصيل فتندفع وتتهور في مشروع معين وبرضو على امور الها علاقة بالشراكة العاطفية وهي بتعني الازواج اللي بينكو عقد فعشان هيك ممكن تهتموا ببعض المسائل من نقاشات او حروب او خلافات تحاولوا انكم مين اللي بيسيطر على الثاني مين اللي بيضغط على الثاني مين اللي بنرفز الثاني مين اللي بده يتفشش في الثاني فعشان هيك الاوضاع بتكون حرجه بالفتره هاي تخلق بعض التوترات او الخلافات او المشاكل اما بالنسبه للاوراق القانونيه والمعاملات فممكن تتطور بمسائل بسبب تقصيرك او بسبب انفعالاتك فمنكم ممكن يتعرض اما لقضيه أو إنه قضية تكون مرفوعة أساسا ولكن تكون مش لصالحه بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا اللي هو الجدي بما أنه فيه المشتري وفي عندك زحل وعندك عطارد والثلاثة بيتراجعوا فبضغط هو على بيت البيت أو على بيت العائلة أو على العقارات أو على مسائل سكنية أو مسائل لها علاقة بشؤون العائلة أو إدارتها أو خلافات أو مشاكل أكثر ناس رح يتأذوا من هذا الموضوع هم أشخاص أو العشرية الثالثة من مواليد برج الميزان هم أكثر ناس رح يعانوا من هاي المسائل أما بالنسبة لنبتون نبتون في البيت السادس بظل يعطي مخاوف وشكوك على المستوى الصحي أو اضطرابات على المستوى الصحي أو تقلبات وبرضه بيعمل شكوك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبجيب بعض المشاكل أو الهموم من بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالعمل أو الصحة أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا أورانوس اللي بيحدث مفاجآت على مستوى الأموال المشتركة ولكن بما أنه منتحس فمعناته الأمور راح تحدث بعض الأشياء اللي تعركس أمور إلها علاقة باسترداد مال أو قضية إلها علاقة بالميراث أو مواضيع إلها علاقة بأشياء بنكية أو ضريبة أو تأمين أو ممكن يرتفض قرض معين أنت مقدم عليه أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية لهذا اليوم نبدا من اليوم لانه اليوم الخميس احنا اللي بننزل فيها توقعاتنا وراح يستمر القمر موجود في برج القوس حتى ظهر يوم الجمعه فعشان هيك بتنشطوا في السفر والاتصالات فتره مناسبه لاجتياز امتحان بتعزز العلاقه مع اخ او جار ممكن تدعمك الحظوظ وتكون جريء في التعبير عن رايك وبتتمتع بسرعه بديهه وخاطر وبتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في الجدي حتى مساء يوم الأحد بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطرب ومرهف في الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة تجنب الخصام والجدال كلياً ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء يعني في الفترة هاي فيها نوع من أنواع الأعمال والإنشغالات المنزلية من مساء يوم الأحد بيكون القمر في الدلو حتى صباح يوم الأربعاء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتدعيم علاقتكم بهم فتره مناسبه لممارسه نشاط فني ممكن تفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوه مباركه ممكن تتلقى اشاره ايجابيه هاي فتره مناسبه لالتقاط الانفاس بعد عواصف من صباح يوم الاربعاء بيكون القمر في الحوت حتى ظهر يوم الجمعه بيبدا العمل بالتراكم لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم دون اهمال صحتكم فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط بتحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت إنجاح عملك باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة هذه الفترة ابدأ بالأولويات ممكن تبدأ عمل جديد من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في الحمل ترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل أهم إشي وما تتسلط هيك إيه بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء